التون، نحن في هذه المنطقة نفتقر من أبسط حقوقنا، يعني كنفتقروا لا من الصحة ولا من جهة التعليم ولا من الطرقات، كنفتقروا من أبسط الحقوق ديالنا. يعني احنا كنطلبوا الجهات المسؤولة باش يقوموا بالواجب ديالهم في الاتجاه ديالنا ويقوموا بإصلاح البنيات التحتية ولا الأفقية اللي هي هشة، وكنطلبوا من الجهات المسؤولة يقوموا بالواجب ديالهم في أقرب حال. راه الجهة هذه راه كتبان جهة مزيانة ولكن الواقع راه جهة مهمشة، راه الإقليم ديالنا راه كيعانيو بزاف صراحة. نعم بالفعل، مشكلة الطرقات يمكن تحدث لنا عليه، مشكلة الطرقات اللي غير معبدة، كتلقى صعوبة الوصول إلى المنطقة. الله يودي، وبالأخص الطريق الرابطة بين إقليم شفشاون وإقليم الحسيمة، إقليم الحسيمة إقليم شفشاون، راه الطريقية هذه يمكن تدوز معها بحياتك، راه ما معبدة ما مصلوحة، وعاد خرجوا لها شحال ديال الميزانيات ومازال ما تصوبات. أنت كتشوف ولما كتحملوا المسؤولية كسكان الجهات المختصة هما اللي كيتحملوا المسؤولية. السلام عليكم، معكم عبد الكريم أحيون من دوار إسمران. الطفل ريان مسكين الله يرحمه كان هزوا العالم فيه بأسره، وهذا الطفل ريان هو غطى على هذه المنطقة، على عليها باش تبان الحقيقة ديال هذه المنطقة. وحنا بالنسبة لصفتي كدوار إسمران كنعانيو بزاف من التعليم. مدرسة عندنا مدرسة واحدة الدوار فيها أزيد من 700 ساكنة، وما عندناش مدرسة، عندنا مدرسة واحدة بعيدة حنا بالخصوص، حنايا فهاد الجهة هادية بأنها صفارن الشرقية عندها المدرسة ما عندها غير روض واحد، فهمتي؟ ما عندهاش مدرسة ابتدائي. عندكم شي تكنة ديال الوقاية المدنية قريبة من هنا؟ لا بعيد، عندنا في الجامعة بعيدة علينا شي 10 وشي مستوصف هنايا؟ مستوصف خصك تمشي حتى للجامعة 15 يعني كلشي عندكم حتى الجامعة، حتى شي حاجة مقربة للجامعة مقرب علينا والو، ما عندنا والو هنايا، ما دايرين لنا والو، خصنا بعدا على الأقل ابتدائي يقراو ولادنا بعدا ما يخرجوش أميين بحالنا، وخصنا يساعدونا في القضية ديال الطرق. بالنسبة للنساء الحوامل واش كيلقاو شي مشكل في الولادة؟ صعوبات كثيرة، صعوبات كثيرة. المرة أخرى عاد ماتت واحد المرأة في قدام مستوصف في جامعة التمر. عزاء أنا وعزاءكم واحد. الله يرحمها مسكين. وكان حدث فجة كبيرة على هذا الموضوع هذايا. ومازال حنا عندنا نقص بزاف في التعليم، في الكهرباء، في الطرق، وفي مشكلة الريزو. حنا بعدا واجهتنا واحد المشكلة ديال الريزو. الريزو ضعيف عندنا. دفعتوا شي طلبات للشركات ديال الاتصال؟ اين ما ندفعوا كيجيو ولا من مجيب كيمشيو ما كيستوجبوش علينا، فهمتي؟ وبالنسبة للناس الطلاب اللي كيقراو شنو هو العقيق اللي كيلقاو؟ واش كيمشيو كيضطروا انهم يمشيو لمدينة تطوان؟ كيهربوا حتى لمدينة تطوان، واغلبية الناس دابا الناس اللي عندهم يعني شوية ديال المادية كيمشيو لتطوان، اما الناس اللي مضرورة بزاف بوبرية بحال هكا كيصيفطوا ولادهم حتى المنطقة ديال كتامة، كاينة مدرسة في كتامة هنايا بالنسبة ليهم بعيدة شي 5 ولا 6 الكيلومتر، حيت حنا جينا في الحدادة كيمشيو تما يقراو. علاش ما يكونش كيقراو في بلادنا في الجامعه ديالنا؟ علاش ما يديرولناش مدارس في المنطقه ديالنا؟ علاش اللي كتبع للجامعه؟ علاش حنا غادي نمشيو لعند كتامه مثلا نقراو تما ولا هادي، فهمتي؟ شحال العدد ديال السكان اللي كاين في هاد الدوار تقريبا؟ كان ازيد من 600 ساكن، 600 دار ازيد. اذا خص يكون تجهيزات، يكون تجهيزات من سبيطار، من مدرسه، بالتعليم، من كل شيء. نعم، من الطرق، من الكهرباء. ما هادي كنعانيو بزاف من القضية ديال الكهرباء والطرق والمدرسة أزيد. وشنو هي المشكلة الكبيرة اللي كتبان لكم هنا واضحة بزاف والمسؤولين كيتغاضوا النظر ديالهم عليها؟ الطرق أغلبية الطرق هي كاينة طريق هذه كتربط ما بين كتامة وغمارة، الطريق مهمشة، راه ما بالو كانت تجي مثلا من بعد ودوز في هذه الطريقة هذه، راه مستحيل تدوز فيها، راه صعيبة عليك أنت مثلا باش تجي تدوز في هذه الطريقة، راه حنا تندوزوا بصعوبة. وشكون كتناشد ان شاء الله باش المسؤولين يشوفوا لنا؟ وكنشكروا جلالة الملك على الالتفات اللي شاف لهاد المنطقة، وهذه خصنا يشوف لهاد المنطقة الله يشوف لنا. نعم مزيان فهاد. شكرا. وواحد الموضوع اخر اللي ما تطرقنالوش اللي هو واحد الموضوع حتى هو راه في الواجهه، هي هذه المنطقه الجبليه ديال اقليم شفشاون اللي حنا كما كتشوفوا هي منطقه سياحيه بامتياز، كتفتقر حتى هي بزاف ديال الاجهزه السياحيه، مع ان اوطيلات، مع ان كنفتقروا بزاف لهذا القطاع ديال السياحه، حتى هو راه يمكن يدر علينا واحد الدخل اللي مهم بزاف. نعم عوض هذا
هاد القنب اللي ندير اللي مشهور معروف في هاد المنطقه واحد واحد الشهره كبيره راه هاد القنب راه دايرنا غا التهميش راه ما دايرنا حتى شي حاجه راه مستافدين منه حتى شي حاجه راه ولا داروا لنا السياحه ولا شي بديل في الصميم راه احسن من هاد القنب بزاف. وعندكم شي تعاونيات هنا اللي كدير الدخل؟ لا والو كاين عاد مو التعاونيات في هاد المنطقه بتاتا. ما دفعتوا حتى شي مشروع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ انا نفترض على سبيل المثال واخا الدفع ما كاينش اللي غادي يستجيب للطلب ديالك في هاد المنطقه راه بحال اللي منسيك وما كانش الطفل الريان رحمه الله عليه هو اللي دار هاد الالتفاته ديال هاد المنطقه هادي مهمشه. وعلاش السبب ديال الضوء انهم يفكروا يأسسوا واحد الجمعيه اللي غادي كانها تهضر عليهم تكون واحد السيط الوسط بينهم وبين المسؤولين؟ كاين جمعيات هنا كما الجمعيه ديال السي سعيد تملك وترات هي راه جمعيه وكذا راه هو دابا هو حاضر معنا هنا نعم. يا ودي ولكن كما قلت لك تبغي دير انت جمعيه هنا والشباب راه يلقاو بزاف الصعوبات في هذه المنطقه هذه بالضبط بحال اللي منطقه ماشي مهنسيه. شكرا شرف بسمية ديك الخمر. طيب نعم شنو المشكل اللي كتعانيو منه؟ تروح ما عندناش مقطوعه ما كايناش الموطور وحشيه مقطوعه علمنا هنايا قطع عندنا طريقه احنا هنا. وبالنسبه لوسائل المواصلات ده دار ما يقول لك ما كاين تجي طالع صافي وصلوا له تما حبسوا نعم. لو طريق لي من هنا وحشيه ديالنا ما ندوزو في الحفره ما بغاش نشوفوا سيدنا هو اللي بين كامل. شكرا شكرا تيفتح لك ان شاء الله. السلام عليكم. اخويا ما كان عاني في المدرسه بانني الجامعه ديالنا على حساب الجامعه تاع مراش الشوان وحنا الدراري ديالنا داروا كيقراو على حساب الجهه ديال الحسيمه راه ما حنا ما داروا لنا والو في جهه الحسيمه راه دار ولا ما دار دار ولا السبيطار دار ولا كل شيء وحنا ما داروا لنا والو كنعانيو بزاف بزاف راه حنا خلينا المدرسه ديالنا ودرنا نمشيو نقراو في الاتجاه ديال وحشيه بزاف علينا يديروا لنا شي حاجه عاونونا يشوفوا شي مدرسه يعطيو شي راوض يقولوا لنا شي حاجه شي سبيطار راه والو راه الجبل مكرفط ما كاينش شي